بشرى تقدم لكم واحد الوصفه روعه اللي كنوظفوها دائما في السلطه ديالو وكنحتاجوها. ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي خاص بهذه الوصفه اللي هي الذرة، كيفاش غادي نحتفظوا بها. بقاو معايا باش نشوفوا الفيديو ديالنا، نشوفوا المكونات باش غادي نرقدوا هاد الذرة هادي ونحتفظوا بها وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اخواني اخواتي، كنتوحشكم بزاف. مرحبا بكم تاني عند بشرى، قناه بشرى تخير. اليوم قدمت لكم بشرى واحد الوصفه رائعه جدا اللي غادي نستغلوها في الصيف او في الشتاء، ودرتها بواحد الطريقه سهله كيف ما ديما يعني كندير معكم وصفات سهله. هذه الوصفه هذه راه غادي تكون في متناول الجميع ان شاء الله، وكنتمنى من الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك لايك لايك، راه كناكد دائما على اللايكات. يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، كنقولها لكم من قلبي. وما تنسوش الجرس، ضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ديالي، وما تنسونيش من الاشتراكات. شكرا على المشاهده، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونخليكم مع الفيديوهات. فرجه ممتعه. كيف كتشوفوا احبائي عندنا الكبال، وكاين اللي تيقول العربود على حسب المناطق المغربيه، ولا بالفرنسي راه من طبيعه الحال او الانجليزي تنقول المايس او المايس. انا كنت محتفظه به كيف جبناه من العروبيه، كلنا منو داكشي اللي قسم الله، واللي بقى واخا بدا تيكرم شويه المهم احتفظت به خليته في الفريكو. عندنا كتشوفوا ها هي الذره ديالنا، هي هذه. عندنا الفيلم اليمونتير او سلوفان غنحتاجوه، عندنا مليحه، وعندنا واحد الطنجره اللي غادي نسلقوا فيها هاد الذره ديالنا. نمشيو دابا طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه عندنا مثلا ملي كتكون عندنا الكباله دايره بحال هكايا، دابا انا هادي باقا عندي كونجلي، ملي كتضغطوا عليها بحال هكا تيخرج واحد الحليب، يعني كل حبيبه كتكون فيها الحليب هذيك، بلا ما تحتاجوا ديروا لها طنجره الضغط. ملي كتكون عندنا بدا كيكرم شويه كنحاولوا ما امكن باش نفزقوه يعني ليله كامله، الغد ليه كنديروا في طنجره الضغط باش غادي نحتفظوا بهاد الكبال هذا او المايس او الذره ولا العربود. هاد مثلا عندنا هاد الكباله هادي، ها هي كيف تشوفوها صافي راها يعني كرمت يعني يابسه كما كيقولوا. كنحتفظ بها، كنخليها يعني بالغلاف ديالها كتشوفوها هي، وكنديرها كنجمع مثلا على حسب داك الكيس الغذائي اللي عندنا ها كيف كتشوفوا. كناخذ كل كيس كنحط فيه 4 ولا 5 وكنحتفظ به في الفريكو. الوقت اللي كنحتاجها كنجبد هادو، كنحيد لهم هاد الجلوف ديالهم يعني هاد الغلاف ديالهم كله كنحيدو، وكنخليها تقريبا في الليل ليله كامله كتبات في الماء، والغد ليه كنديروها في طنجره ديال الضغط ها هي، وكنزيدوا عليها الملح. هلاكو تقريبا راه عينكم ميزانكم، كي اللي ما تيقويش الملح صافي. وتنسدوا عليها في الكوكوت او طنجره الضغط، كنخليوها على عافيه عاديه ماشي هادئه عاديه، وما كنبقاو نتسناوها حتى كطيب. ملي تطيب لينا كنخليوها تبرد شويه عاد، باش كنديك الساعه غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحتفظوا بها. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، دابا الذره ديالنا راه هي طابت كتشوفوها نتوما، طيب مزيان. صالحه للاكل، نقدروا نستهلكوها دابا ناكلوها.
وهادو غادي نخليهم حتى يبردوا. انا غادي نصفي هاد الماء هذا كتشوفوا، غنصفي هاد الماء وغادي نخليها تبرد باش غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نحتفظوا بها، ونشوفوا مع بعضياتنا الشكل النهائي ديال هاد الذره هادي. غادي نحيدوه من طنجره الضغط، نحطوه نخليه يبرد. غنبقاو غادي بهاد الطريقة نكملو كلشي ونخليوه واحد للتذكير، واحد الفكرة بالنسبة ملي تيكون يعني باقي طري راه كيمكن لينا نشويو، يعني كنشعلو الفاخر وكنشويو يعني بطريقة ديالنا المغربية. بالنسبة للي كان باقي شوية، إلا كان شوية قاصح كيما هذا للتذكير كنرقدوه في الليل ليلة كاملة، ملي تنفيقو تنديرو شوية ديال الملح على حسب كل واحد والذوق ديالو، وكنديرو في كوكوط يعني ساهلة. دابا غادي نخليوه يبرد، كيف كتشوفو هانتوما الدرة نقسمتها على جوج، وبالنسبه لدوك اللي صغيورين ما يحتاجوش باش نقسمهم على جوج، لان علاش باش يسهل علينا باش نديرهم في داك الكيس الغذائي اللي غنحتفظوا به ان شاء الله في الفريغو باش غادي نوظفوهم في السلطه ديالنا. الشكل النهائي هو هذا كيف كتشوفوا، انا لفيتهم في هذا البلاستيك الغذائي او الفيلم اليمونتير، وهذا ملي كنحتاجهم راه كنجبدو بالوحيده وكنبدا نحيدو بالحبه بالحبه باش كنديرها في السلطه ديالنا. نيت انا راه استغليتهم هذوك الحبات ودرتهم في السلطه ديال اليوم بالروز وبخضيره